رمضانكم. في رمضان كل بلاصة في الجزائر عندها أجواءها الخاصة. في رمضان يكثر الخير ويزيد التضامن بين الجزائريين. وفي قضيان رمضان ضيفنا اليوم هو عمار عمور. السلام عليكم. السلام. واش راكم؟ صافا بيان لاباس؟ الحمد لله. رمضانكم كل عام وانتم بخير. الله يسلمك. واش راكم بيان؟ كيفاش راك مع رمضان؟ كيفاش؟ بس تشوف انا جينا عند خونا منزه. اها. نشري واحد شويه حوت. واش نقدر نشري تاع الفيدا؟ اه. انا نحبو. باسكو هو يطلع. هو يطلع على بيان. كيفاش عمار عمور سبورتيف الرياضي هكايا يدخل عليه رمضان؟ يجيه صعيب ما يجيش صعيب؟ لا قلت لك والله ما يجيني صعيب باسكو الا ديجا قبل نحاولوا كفان صوموا ايامات اللي قدرها اللي قدرنا عليها على كل حال. ومع الانسان صومو تصح الرسول صلى الله عليه وسلم صومو تصح. نحاولوا كيف نصوموا الايامات تاعنا ورمضان كي يدخل علينا بالخير تاعو. الانسان ما يخافش منه برك هذا ماك. سمع عمار عمور ما في يقضي منا. منا منا نبداو مع المرزاق وندخلوا لداخل المارشي تاعنا تاع ال دو فرونس في بوزريعه. نبداو. مرحبا. بسم الله. دونك باش الحاجه الاولى اللي تدخل المارشي واش من الحاجه اللي تروح تقضيها؟ نبداو نشريو شويه حوت. انا كي نلقى عنده مرزاق يقول لي ارواح تدي لا كاينه حاجه مليحه. يقول لي ارواح تدي لا ماشي حاجه عيانه ولا كملت الاولى. يقول لي الغدوه ولا تسمى تريزيرفي من قبل راهو كل يوم في دال. بسم الله. نبداو بسم الله. اعطيني شويه سوالات. اعطيني شويه سوالين. اعطيني زوج سوالات. هذه السوالات تاع الله ما شاء الله ما شاء الله. كيفاش يولي لك؟ مش حبات برشا. تفهم شويه في الحوت ولا؟ لا شويه شويه ماشي بزاف شويه. آه يلا يبقى. من الناس اللي يحبوا الحوت في رمضان لازم يكونوا في الطابله. انا بزاف نحب الحوت مام خلا في رمضان بزاف نحب كريفات ماد لون. والله يبارك. نقيهم ووجدهم لنا هذاك هو. سيرتو الحوت لا ما لقيتش عند مرزاق ولا نروح ناكل اير عند دراري مام دراري يحبوا الحوت الحمد لله. شحال عندك دراري يا عمار؟ كيما يعلم الجامعة كان عندي ثلاثة مي توفى لي صافي شهرين. ما شاء الله فوالن وليدي الله يرحمه ويسعدك. الله يرحمه ان شاء الله ويعودك ما خير ان شاء الله. ان شاء الله امين ان شاء الله. أما هنا يخدموا كاع هنا يتهلا ويعطيك الحاجة المليحة ماشي كي بالك انا عمور ولكن كي عندك كليون عندهم وقدرهم يقدروني المحبة اللي بيناتنا هذاك هو صح. هذيك المحبة هذيك اللي تشوفها عند الناس يقولوا لك هكا عمار علاش ما درتش هكا يتفاعلوا معك تكون في كنت في الصطاد كيفاش يتناقشوا معك في المباريات اللي كنت ديرهم. سي سير كي كنت سيرتو كنت لعاب حتى في كيكو لي زيميسيون اللي نديرهم يقولوا لي انا نتبعوا خرجت مليحه ما خرجتش مليحه واش لازم دير. فوتبول ثاني كاين ما يخفالكش كاين دي سبورت تاع مولوديه كاين سبورت تاع السيربي كاين تاع ديسما كاين تاع الفرق العاصميه كاع دائما كاينه في هذيك لا ريفاليتي هذيك مي توجور بالضحك وبالخضر ولو ريسبي توتال بيناتنا الحمد لله. هذاك الانتقال بين كنت مولوديه سيربي لياسما سختو لياسما كانوا هكا زعما يزعفوا عليك يقول لك زعما كنت في لياسما علاش رحت للسيربي؟ بالعكس والله ما يزعفوا عليا باسكو مام دوكا لي سيبورتور تاعنا ولا الشعب تاعنا دوكا ولاو يعرفوا قيمه اللاعب علاه اولا الاخلاق تاعو وثانيا يعرفوا باللي الفوتبول هذا راه مره هنا ومره ليه ما راحش بنيته ولا راح بظروف قاهره اللي خلاته بارك الله فيك خويا شكرا عجبني خويا هاي الله يبارك هاي دهشات من الزاويه يسير صحيت بارك الله فيك مزيان يعطيك الصحة الله يحفظكم يسلمك يعطيك الصحة صحيت. القضيان هذا انت تروح تقضي ولا مادام حط لك لاليست ولا كيفاش؟ هي دي لاليست نورمال انا بالك كي نشاع حاجة ولا نحب نقول لها واش لازم دير لي مي كاين دي فوا هي دي لي لاليست ندير لاليست انا ننسى شوية راسي متقوب شوية ونجي نقضي واش كاين لازم كاين حوايج نزيدها من عندي انايا وكاين حوايج اللي دايرهم هي. انا شفت الطابله حبست هنايا حسيت بلي كاين حاجه هنا. عند خويا هذا انسان تاع مسجد تاع كي لاعب كشخصيا هاي الفرنيا مربي في كلش فيها الخير انسان تشوفي تشبعي الحمد لله بارك الله يبارك. ما خلاص ديت قاعده جماهيريه ما يزعلش حتى واحد.
الانسان متواضع ماشي مخلوع ولا الانسان متواضع ماشي اللي خلاته الدنيا هايل شوفنا أيوة واش تعطيني؟ أعطيني واش كاين واش لازم؟ أعطيني شوية حشيش وشوية معدنوس ريحة ديالها حالة؟ إيه ودي جا المرة الأولى شبدني بالريحة ومن بعد هفني بالريحة ومن بعد خلاص خلاص بدات تلعب عندي خلاص ما خدمتش أه خلاص أه يتهلا يتهلا ما شاء الله شتي وحدة هكذاك شتي وحدة كرافس قلت لي خلاص ايه قريب بيان قريب بيان هيا شحال داروا هاتون تفضل حبيبي شكرا خويا ربي يحفظك صحة ربي يسلمك ويعطيك الصحة قول لي نزيدو نكملوا عمو قول لي واش يحب عمو يكون انا البلا بريفيري زيتون ديجا انا رايحين دوكا تاع الزيتون نروح عندو ندي زيتون الخضر ديال نوايوتي وعندي واحد موف لازم يكون في الطابله هادو طاجين زيتون لازم يكون طاجين زيتون لازم هذا البلا بريفيري تاعي وي داكوغ هاي بسم الله انا شفت من هذا الزيتون راحوا منا راحوا منا خلو في الوسط هكذا ونروح هاي داكوغ وافا هكذا مش السلام عليكم في رمضان بزاف يقول انت رحت بزاف ليزيكيب منتخبات وعندك اصدقاء اسكو تعرضوا بيناتكم تعرضهم لعندك سير سير باسكو انا ديجا سيت هذا من زوج كنت ديجا في وهران كنت ديجا في المحمديه لعبت في الجزائر العاصمه هنا كنت زوج كانوا الناس ما بيجوا لي معايا وساكنين هنا خاطر في الجزائر كانوا يعرفوني ندير نفس الشيء ندير نفس الشيء اللي جاي مرة على بالي بلي بالك ما يفطرش مليح بالك مهما كلات على طريق وحشها نحب كيفاش ندير واصدقائي كاع شكون الاصدقاء اللاعبين اللي مقربين لك بزاف؟ دركا كاين 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 الصغير قدامي تقريبا بوزريعه كاين ياسين حماد وكاين حركه كاين بورقبه كاين دربيش خويا واش راك لاباس صافا الحمد لله يعني كاين بزاف لاعبين نتلاقاو شاك فوا حسين اشيو نتلاقاو شاك نديرو خير قد ما قدرنا نلعبو لي ماتش نتشافو المحبه مازال الحمد لله يا ربي الحمد لله الحقنا وكان لا بريفيري ديالك السلام عليكم السلام عليكم واش راك لاباس صافا بخير واش راك لاباس تا الحمد لله الصباح ويقولنا الزيتون 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 هاو جا جابنا الله هنا ديرك الله يسلمك ربي يعيشك ان شاء الله هذا هو اللي نوايتي انا وكاين هذاك الموف هذاك اللي لازم يكون فيه عندي انا حتى نقطه ضعف منه شتيها ماشي غير هنا ماشي غير هنا صح ديرو نديرو كيفاش تكون الماكله كيفاش ماكله عاديه جدا على حسب بالك سيتو لا ريكوبيراسيون سيتو واحد ما يحاولش يشرب بزاف لي جي ولا غازوز انا كل حال ما نشربش بزاف كطرش الماء بزاف باش يقدر ياكل شويه ميم طون يعرف كيفاه صح انا سمعت بلي لاعبين بزاف يتضمروا كي يكون رمضان يقول لهم ما تاكلوش هكذا ما تاكلوش هكا ينحوا لهم بزاف عفايس ديك ما شوربه ينحوا لهم يديروا لهم لا سوب يدو اسكو انت كي يكون مباريات ولا يكون تدريبات في رمضان اسكو كما يقول لك تلقى روحك ولا ما تلقاش لا ولا نلقى روحي تردري بيان سيرتو قلت لك كما في رمضان كاين خلاف رمضان كاين حوايج انا بزاف ما ناكلهمش تسمى داير ديجا ريجيم ومام المراه على بالها واش كاين واش ناكل واش ما ناكلش ابري الماتش واش لازم ناكل مثلا لا فاي تاع لونطاينمون الاولاني واش لازم ها لونطاينمون الاولاني واش لازم تسمى شغل حفظتني خلاص من في رمضان ما يصرالي حتى مشكل دوك راه عاد خونا موف نقضي عنده الخضره يتهلا فينا ماكسيموم ما يحكيش على الفوتبول حاجه ما تحكيش على الفوتبول حاجه مليحه ما يحكيش على كاع الفوتبول خاطيه خاطيه كاع الفوتبول خاطيه كاع انا حسب لي او ساكت لي هكا يا معي بلي ما في يهضر بزاف خويا العزيز اعطيني شويه بطاطا زوج بطاطا بسم الله هاي بيناتنا بيا اسكو زوج
والدة دوكا الله يبارك لها في عمرها 86 سنة، ما عندها تقريبا واحد تقريبا 20 سنة ولا ما درتش، ما دخلتش كوزينة ولا دخلت شيخ برك. ايوا كعرف الأجيال يدخلوا شيخ وبرك، ما عندهاش. مي الزوجة تاعي الحمد لله الماكلة تاعها ما شاء الله، والحاجة المليحة أنها شغل تعاونني في الماكلة تاعي. تكون ريجيم ولا تكون تمشي عليها؟ سيرتو تمشي لي مع الريجيم تاعي، هذاك هو صح الحمد لله. الحمد لله. زيد لي شويه بصل، كيلو بصل. شحال كيلو؟ كيلو باه. ورمضان جوزو هنا في العاصمه ولا في المسيله الى حجه لله؟ شوف هذه الخطره العجوز جات عندي، تسمى راح نفوتو كامل هنا في العاصمه. كاين داري دي فوا ما تجيش العجوز لهنا، نروح نفوت معاها هي، مات لازم نصوم معاها، سيرتو العيد معاها دائما لازم، لم يفدوا شويه. ها هي. ان شاء الله. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. خلاص خليها مادام في زمانها. ويعطيك الصحة. معليش، دير واحدة ولا زوج. الله يجازيك، يعطيك الصحة. ربي يحفظك ان شاء الله. كثر خيرك. يعطيك الصحة. صحة رمضانك. ميرسي. صحيت. فوالا الناس اللحم لازم يكون لحم الدجاج ولا؟ ماشي لازم. كاين دي فوا وين ناكلوا حوايج اليوم يغبقوا الغدوة نكملوهم. ما زالش انسان ثاني يخلي الناس تستغل رمضان في الطاعه والعباده وكلش، حنا نستغلوه في التبذير ما لازمش. انا على كل حال ندي واش لازمني وناكل واش لازمني، ما يبقى الغدوه نورمال. انا دينا اليوم الحوت وراح نديو الدجاج، ما يبقى لوتر جور ولا التروازيام جور ولا ما تقدرش دي فوا تقضي بالنهار ولا بالسمانه؟ كاين دي فوا نقضي باليومين ثلاث ايام، كاين دي فوا نقضي بسمان على حساب الضيوف اللي كاينين. كاين دي فوا وين تقضي 3 جور 4 جور، كيجيك الضيف الغدوه تعرض واحد ولا لازم تعاود تجي ترجع تقضي، دير حوايج جدد ودير حوايج جدد. لا ما كان قول لي بالك واش تفطر ولي تسحر به ولا كاين صحه؟ انا نتسحر جينيرالمون، نتسحر بطعام، نحب طعام، المره دير لي طعام، نتسحر بطعام قبل ما نصلي، نروح نخرج الجامع ناكل شويه طعام نروح للمسجد. خويا الله يسلمك، اعطيني واحده موين مليحه. الله يجازيك على قوستوك. هاي طريبيا ما شاء الله. شوط هاي شوط ما كان لا شوط برك. سهره رمضانيه ما انا جينيرالمون السهره تاعي كاع في الدار، نصلي تراويح نعاود نولي. كاين دي فوا نخرج مع صحابي بن عكنون نشربوا اتايات ولا هما نصلي كيف كيف لهنا بوزريعه ولا بن عكنون ونخرجوا نشربوا اتايات ولا ندخل، مانيش من الناس اللي يسهروا بزاف في رمضان. السهره تاعي جينيرالمون مع ولادي، ولادي يقعدون نريح انا والمراه ولا نريح نتفرج ولا نقرا قران ولا، مي سهرتي دائما تقريبا في الدار باش نريح. انا نحب هكذا، ما نحبش نريح بزاف في الليل برا. ما مخلف رمضان بالك الطبيعه تاع صباح ربي ديال سبور بالك هذيك مازالها. يعطيك الصحه. مازال هذاك الريتم هذاك يمشي لي، هذاك تاع انني ما نصارش بزاف، انني نريح في الدار مازال يمشي شويه. تسمى كاين قوانين صارمه، كي تكون هكا تكون قوانين صارمه باش الانسان يحب ينجح يكون عنده طموح في الحياه، لازم يدير يستغنى على حوايج بزاف ويدير حوايج بزاف فوق الطاقه تاعو باش ينجح. الحمد لله نظن بلي كاينين حوايج تغنينا عليهم فادونا، كاين حوايج درناهم فوق القلب حتى وبالك ماناش حابين، حوايج نحبوا ناكلوهم ما ناكلوهمش، حوايج نحبوا نديروهم ما نديروهمش، ولكن درناهم على جال الشغل تاعنا على جال خدمتنا والحمد لله. واش تقدر تقول لنا رياضه في كلمه؟ واش علماتك رياضه في كلمه؟ حب الناس، خاصه حب الناس. شوف الانسان مهما يكون لاعب هذا يربح درام سبور يربح المعرفه يربح حوايج بزاف، ولكن الحاجه اللي لازم تربحها ويربحوها على ماجوريتي تكون انسان بالاخلاق تاعو وكل هي حب الناس. الحمد لله. الحمد لله. بسم الله. تفضل حبيبي.
قالك شويه صرف زعما مدينة الى كاين تفضل خويا الله يجازيك خويا يعطيك الصحة صحة رمضانكم خويا صحة الله يسلمك خير أمل اليوم رانا في الجزائر العاصمة عند عائلة من العائلات واللي راح نتعرفوا عليها دوكا تابعوني لاباس صحة لاباس الله يسلمك في زاد الو منى احكي لنا على الوضعية تاعك انا عندي عندي فيكم لقيت عندي تقريبا عامين رمضان يكونوا عندي عامين عندي زوج ولاد وزوج بنات هاني عايشة مع شوية صعوبة زعما كيكون مكانش الأب صعبة شوية صعبة بالبزاف بالنسبة لمتطلبات الدراري كيما بنتي واحدة عندي راها سنة أولى في الجامعة هذا العام الله يبارك لابالك شنو متطلبات البنات وذيك شوية صعيبة والدراري كيما غابة بهمزة كثر ثاني لابالك الطلبات تاعهم شوية مرة هاك ومرة هاك والدخل كيف راكي تخدمي ماكش تخدمي لا لا مانيش نخدم رايحه بالنسبه على زال ولادي صغار ما قدرتش نخرج وخلي حالات هكا عائلات جزائرية هكا انه كما يقول بلي يضيع كما يقول يتوفى الاب وتلقى روحها وحدها في مستكفى كما يقول الدراري واش تقدر تهضر في الوضعية نظن بلي اتخذت الحاجة صحيحة انها ريحت مع اولادها وبريفيرات انها تربيهم اكثر من انها تخرج بالك وتعيش بالك احسن نظن بلي بالك وثاني جمعية كافل اليتيم اللي راهي تقوم دورها كما يلزم الحال ماشي غير معاها مع عائلات بزاف ونظن بلي المحسنين كاين بزاف كاينين اللي يقدروا يعاونوا بالك ما وصلوهمش بالك النداء تاعها ولا ما يعرفوش لا سيتياسيون تاعها كما هي كما اغلب العائلات نظن بلي كاينين ناس بزاف اللي يعاونوا دونك واش يقدر يقدم لاعب كرة القدم في هاد العائلات يقدر يقدم الكثير باسكو شوفي ما نكذبوش على رواحنا لاعب كرة القدم من قبل ولا دركا الحمد لله دخلوا ما شاء الله يقدر يعاون به وزيد ما نقصت زكاة من مال ربي ما ينقص صدقة ما متصدق الإنسان من ماله ما راحش ينقص بالعكس بلك يزيد أضعاف مضاعف لذلك نظن بلي أنا من عندكم دعوة مني للاعبين خاصة اللاعبين وكاين بزاف اللي يعاونوا أنا نعرف بزاف لاعبين يعاونوا عائلات كما هكذا ويديروا الخير اكثر لكن هذا ما يخليناش اننا نزيدوا نديروا خلينا نزيدوا نديروا دعوه واحده اخرى ليهم باش يكونوا معاهم ماشي غير في شهر رمضان في الاشهر اللي باقيه ويعاونوهم اللي يقدر يجيب اللباس يجيب اللي يقدر يجيب الماكله يجيب اللي يقدر يجي يدير كرا يجيب نوبلي وانا نظن متاكد باللي اللاعبين يقبلوا من اللحظه الاولى ما كاش واحد راح يرفض باسكو نعرف باللي اللاعبين تاعنا ناس طيبين وتقريبا كاع كانوا زواليه والحمد لله ربي يفتح عليهم لذلك نظن بلي راح يستجاب تكون دعوه تاعهم مقبوله ونتمنى انهم يشاركوا في الحمله ان شاء الله يا ربي برك نفتح قوس على هذاك لانه الناس بزاف هضرت انه يدير الخير ويتصور معاه يتو دونك واش يقدر يهضر عمر عمور على هذا
لا شوفي، اولا ربي الصدقه كاين سر وعلانيه، كاين ايات كثيره وكاين احاديث كثيره تقول باللي تقدر تصدق سر ما تعرفش اللي يدك اليسرى وصدقت اللي يدك اليمنى، ولكن تقدر تكون جهر وعلانيه عليه باش تكون قدوه للناس هذوك. نقدر بالك انا نكون اليوم في بلاصه هذه، يقدر بالك واحد اخر يشوفني يقدر بالك تكون عنده الانسياتيف ويروح يدير الخير هذاك. لذلك نظن باللي دي حاجه ما فيهاش عيب وماهيش حرام، في الدين تاعنا جايزه وفي العرف تاعنا جاي زي ذلك. بلك مني انا تبدا الحكايه ومن ناس واحد اخرين تبدا وما تحبس. لذلك نضم بلي جهر ولا سر، نضم بلي صدقه جايزه عند ربي ان شاء الله تكون مقبوله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. عمر كنت معنا نهاركم في اليوم، جزنا المارشي شفنا كيفاش تقضي واش تحب تاكل واش تحب يومياتك وعاداتك في رمضان. دونك كان شرف لينا كنت معنا ضيف. كلمتك الاخيره. انا نتشرف انني كنت معكم وشاركت فيها في الحمله الخيريه هذه تاعكم. ان شاء الله ربي يوفقك انت ووفق العاملين معك ان شاء الله على الحصه هذه، ان شاء الله تكون فيها الخير ان شاء الله عليك وعلى القناه وعلى الحصه. الحاجه الثانيه نضم بلي ان شاء الله وجبنا ان شاء الله واش حبيت انا يحبوا هما وان شاء الله يحبوا ولادها، وهذه ابسط حاجه نقدروا نقدموها. واش نقدروا نزيدوا نقدموا؟ راكي انت معنا في اتصال، واش نقدروا نمدوا؟ مرحبا. ربي يخليك. برك في النقطة تاع أبسط الأمور، حنا حبينا تكون حاجة بسيطة، لأنه الخير ماشي لازم تكون حاجة كبيرة ولا باش يشوفونا الناس، أنه لازم تكون حاجة كبيرة باش دير الخير. ممكن 10,000، ممكن 20,000، ممكن 100,000، تقدر دير بها الخير. هي الجمال كاع في البساطة. الجمال يكمن في البساطة، كل ما تكون إنسان بسيط متواضع يكون الجمال فيها. إن شاء الله يكون حاجة اللي قدمناها وجينا وحضرنا تكون حاجة بسيطة وتعجبهم وتواضع. شكرا جزيلا لك. كما شفتوا معنا اليوم كنا مع عمار عمور، رحنا معاه للمارشي وشفناه كيفاش يجوز نهاره في رمضان والعادات وش ياكل وش ما ياكلش، وجينا للعائلة اللي شفنا الظروف المعيشية اللي راهي فيها. وبالمناسبة نشكر جمعية كافي اليتيم البني مسوس اللي ورتنا ولحقتنا للعائلة. ما قعد لي غير نقول لكم انه قضيان رمضان خلاص اليوم، نضرب لكم موعد اخر مع شخصية اخرى. سلام.